ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كنت عايز اعمل حاجه كده في الفاصل سريع عشان اكسب وقت، انتوا عارفين وقتنا من دهب، ولكن مخرجنا الجميل قال لي يا شيف الحاجات الصغيره دي بتفرق قوي جدا في المطبخ. ثبت ايدك. معايا هعمل دلوقتي حواوشي الجمبري، حاجه جديده يعني. هتقولي لي يا شيف بوغاز عادي ما هنفرم الجمبري ونحطه في العيش ونشوي؟ لا لا، الموضوع اكبر من كده. ده جمبري سعره غالي، فالغالي يستاهل الغالي. هنعمل ايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي الخلطه ايه هي والتتبيله ايه هي. ده جمبري لحم هيتحط في الكبه بالشكل ده كده. ولما تجيب اللحم، الجمبري اللحم في الفريزر مجمد، تسيبيه يفك وبعدين تصفي الميه منه. خلي بالك لان ده الشركات اللي بتجمد الاسماك اللحوم او الفليه طبعا بتتبخر ميه وبتتعمل ميه، يعني بتاخد بتتشحن ميه وبتتحقن ميه علشان عمليه التبريد تتم كويس وعمليه التخزين. فانت دورك لما تجيب الكيس من الفريزر تسيبيه يفك في درجه حراره المطبخ وفي الاخر تصفيه كويس بالميه. ده مهم جدا لانك انت لو ضربت الجمبري ده بالميه بتاعته هيبقى معاك شوربه، مش هتبقى ايه حواوشي خالص. خلي بالك الحاجات اللي بقولها ديت مهمه جدا. هننزل بالتوابل بتاعتنا اهو، هريسه حمراء، توم مفروم ناعم، اوعى تحط توم سليم، معانا بصل مفروم ناعم كل دول في قلب الخلاط، مش هنحط توابل ولا اي حاجه، بس كل اللي هحط احط مكعب زبده كده، حاجه جديده اهي الزبده دي مع الجمبري، ونضرب الخلاط ده. ايه التوابل؟ بعد ما نسمع صوت الخلاط. بص عليه كده نظرة أخيرة، حواوشي الجمبري جاهز معايا. حد يسألني دلوقتي يقول لي يا شيف مغازي كده يعني بشطارتك ليه ما حطيتش التوابل على الجمبري وهو بينضرب في الخلاط؟ سؤال. أهو حاضر أهو زي الفل أهو. ده جمبري يا بهدلتك يا جمبري. تعالوا مع بعض نشوف أنا عملت إيه. الجمبري ضربته في الخلاط مع بصل مع الثوم زي ما شفنا مع بعض، ما حطيتش اي توابل خالص، وحطيت الهريسه الحمراء، بعدين حطيت الخضره بتاعتي. انا عايز الخضره تبان في قلب الحواوشي الجمبري، وتبلتها بطريقتي. لما تتبليها زي ما اتفقنا مع بعض مهم جدا تختاري اذا كانت سبايسي ولا مش سبايسي، لان معروف عن الرغيف الحواوشي دايما بيبقى سبايسي كده. المقادير كلها مع بعضيها. وجود الزبده بقى هنا دي التركايه، وجود زبده جوه الجمبري المفروم في الكبه ده كده اللي هيديله طعم بعد ما نفرده في قلب الرغيف العيش ونشويه على الجريلا في طاسه، تدخليه الفرن، تلفيه في ورق زبده وتدخليه زي ما انت عايزه. ده حواوشي الجمبري. وبعدين لونه فوسفوري قبل ما يستوي، امال لما يستوي بقى؟ خد اللون الفوسفوري اهوت قبل ما يستوي. نجيب العيش بتاعنا ده كده اهو، ونبدا احنا نعمل ايه بقى؟ حواوشي الجمبري اللقمه اهي بالشكل ده كده، ونفرتها هنا كده. ولادك مش بيحبوا السمك، انت ما تقولوش ده ايه غير لما ياكل ويستطعم كده ويقول لك تسلم ايدك يا ماما، ويبوس ايدك كمان، قول له يا حبيبي اللي انت اكلته ده جمبري حواوشي. ادي واحد. نعمل التاني. اذا حابين تطلعوا فاصل يا شباب انا جاهز، ممكن نطلع فاصل وانا قاعد بعمل حواوشي جمبري كده، عايش مع الرغيف العيش بحشي جمبري دلع احلى من الدلع مفيش. لاطفالنا الحلوين، للشباب اللي مش بيحب ياكل سمك، للاطفال اللي مش بتاكل سمك، ده طعم ليهم. ده رغيف حواوشي اعتقد ان هم واخدين عليه وبيحبوه، فخلونا نجرب حواوشي الجمبري معاهم. معانا صينيه فريك في الفرن مع سمك هامور. هنرجع بعد الفاصل، انتظروا مني كابوريا مقليه، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شوية حواوشي. أطفالنا الحلوين بيسمع كلام بابا، بيسمع كلام ماما، تعالوا مع بعض نغبز الحواوشي. قال لك رش المية ايه يا شفيق؟ لا تراوة. اي هو ده الكلام بقى. حلو قوي. سؤال جالي دلوقتي، سؤال وجيه جدا. قال لك ليه احنا نعرف السمك الشيف المغازي بيرش بالمية عشان ينزل الزيت يتحمر والخلطة ما تسيبش منه، اما يرش الرغيف العيش؟ انا حشيت الرغيف العيش من هنا جمبري. حشيت الرغيف العيش جمبري وبعدين رشيته مية. أمي زمان الله يرحمها علمتني لما تيجي تسخن العيش كانت ترش عليه شوية مية وتحطه في الفرن، يبقى الرغيف طري كأنه لسه مخبوز طارة. فأنت هنخبز العيش ده كده برشة المية دي علشان إيه يا عم الشيف؟ نعمل عملية نسبة وتناسب في تسوية الخلطة بتاعة الجمبري، ويقوم الرغيف العيش يا عم الشيف ما يتحرقش منه بسرعة. إيه الجمال ده يا شيف؟ إيه الحلاوة دي يا شيف؟ إيه الجمال ده يا شيف؟ إيه الجمال ده يا شيف؟ إيه الجمال ده؟ ينفع يا فندم؟ سؤال جالنا على السوشيال ميديا، هل ينفع الحواوشي ده يخش الفرن؟ ينفع، وهندخله الفرن عشان نشتغل في اللي بعده. وارد. صينيه زي دي كده اهي، ونحط الشويه اللي معانا هنا زي الفرن. برضه هنرش عليه ميه عشان العيش ما يتحرقش مني بسرعه. رشه الميه دي التركايه، يقوم العيش ما يتحرقش بسرعه، ياخد وقته في السوى على الميه ما تنشف تشرب العيش وهكذا، يوم يستوي معايا. ندخل دول الفرن بالشكل ده كده ونكسب وقت نعمل حاجه تانية. زي الفل. ممكن نرش عليه شويه زيت، ممكن تخليك انت احسن مني تحط حته زبده، بس انت تكتفي بالزبده اللي انا حاططها مع الجمبري. فايدتها ان هي بتطر الجمبري، بتغذي الجمبري طول ما هو موجود في الطاسه بيستوي. شفت تركية الزبده اللي انا حطيتها مع الجمبري وهو بيتفرم في قلب الخلاط؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ استوى بسرعه ما ياخدش وقت. هدي النار. حواوشي الجمبري جاهز، وشويه بصل اخضر حلوين زي الفل كده واتعشت. بتاع البصل الاخضر ده للكبار مش الصغيرين. والله الصغيرين كمان بياكلوا. تعال اهو يا فندم، اهو يا كبير، كل حاجه عندك يا باشا، دلعها. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي، ايه فكره تحمير الكابوريا اللي الشيف المغازي صدع راسنا بيها دي. حلو قوي.